أن يكون عندي مشهد حزين وهيك، يعني من أول ما أقرأ المشهد رأسا أتأثر من أول ما يوصلني النص. ساندي جمال تكشف عن أجواء تصوير مسلسل عالم ست وهيبة الجزء الثاني. والله أجواء التصوير كلش ممتعة، متونسين، يعني مشاهدنا دا تمر بسرعة، التعامل ويا المخرج الأستاذ سامر حكمة كلش حلو. ساندي تحدثت عن مشاعرها في المشاركة بهذا المسلسل. كلش فرحت لأن مسلسل عالم الست وهيبة يعتبر مسلسل من تاريخ العراق، فمن تكون أنت بضمن هذا السيت وياك نجوم كلش كبار، مسؤولية كلش كبيرة لازم تحافظ عليها وتعرف شلون تشتغل صح، فأني من سمعت يعني فرحت هواي. وبالحديث عن شخصية وصال في العمل، ساندي أجابت: وصال هي بنية لطيفة خفيفة، يعني حبابة. وصال تربيها بيبي وهيبة، يعني تلقيها بعمر صغير فتأخذها تربيها، ما عندها أهل. وصال بنية كلش هادئة وما عندها مشاكل بالحياة، وشوية شوية تبدي القصة.